تذكر موضوع الوزير الأسبق والنائب شعيب المويزري، وكل من وطرح كثير من مواضيع الفساد وهي مذكورة في جوال المحاسبة يعني، لكن قضايا مهمة وبادرت، ممكن كانت المبادرة منك أو شيء، تبي تعرف نبي نعرف الحقيقة وينها، وهل المبالغ ذكرت بهالحجم وهالفساد، شلون بدأت القضية وين وصلت القضية؟ إيه أشكرك على هالسؤال. لا هذا من بدايتها ساخن السؤال. من أول. شوف الأخ شعيب المويزري يعني شخص كان وزير في حكومة الشيخ جابر المبارك، وحبر توقيعه ما نشف، فلما يصرح مثل هذه التصريحات بلقاء ويقول عن التلاعب في المال العام، كان يفترض في الحكومة انها ترد، وترد وتفند الكلام اللي قاله الأخ شعيب المويزري. أنا وجدت الإخوان في الحكومة صمت ما بعد صمت، وهذا الصمت يعني يفهم منه عادة كأن هذا الكلام كلام صحيح. طيب أيضا إحنا مسؤولين وقاسمين قسم ومسؤولين مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب، الرجل قاعد يقول كلام. فتقدمت أنا وزملائي النواب بفرغت الكلام اللي تفضل فيه الأخ شعيب المويزري، وطلبت عقد جلسة خاصة لمناقشة التجاوزات اللي تكلم عنها الأخ شعيب المويزري في ثلاث جهات. الجهة الأولى كانت تتكلم عن الهيئة العامة للاستثمار، الجهة الثانية عن التأمينات الاجتماعية، الجهة الثالثة عن قانون خطة التنمية، وتكلمنا عنها وبديت يعني أراجع هذا الكلام من خلال طبعا أدوات النائب، هو دائما اللي ساند في هذا الموضوع تقرير ديوان المحاسبة. وبالفعل يعني حضرت للأمانة، وجدت أن يعني في بعض الأمور كانت يعني يتكلم عن أمور ما قبل الغزو وبعد وما وراء الغزو، في أمور لها يعني أسباب بعيدة عن عملية التجاوزات. تعرف أنت ساعات في القوة القاهرة تصير أمور غصبا عليك وقت الغزو، كلنا نعرف شو اللي صار. لكن في موضوع التأمينات هو فتح يعني بصيرتي في موضوع التأمينات، قريت تقرير ديوان المحاسبة، شيء يخرب تجاوزات. فيوم صارت الجلسة الخاصة يا الأخوان تكلموا يعني الأخ الوزير طبعا ما كان وزير المالية مو موجود، ف مسافر عنده مهمة رسمية، فأناب عنه الأخ أنس الصالح وياب الفريق، فريق التأمينات، فريق الهيئة العامة للاستثمار، فريق قانون خطة التنمية اللي هو الأخ عبد العزيز الكليب. وحقيقة أنا ركزت على ما قرأته وأيت بعض الأمور اللي قالها الأخ شعيب المويزري، وهذه النقطة وهذه الشفافية الملة، إن إحنا اليوم أنا حتى لو أختلف فكريا مع شعيب المويزري، لكن المهم هذا الكلام اللي قاله صحيح ولا مو صحيح، هذه النقطة. لأن أنا مؤتمن اليوم شعيب ليش ما قدم شكوى، إنزين شعيب ليش ما تكلم أثناء عمله، هذا التاريخ راح يحاسبه، وإذا يفكر أنه ينزل انتخابات أو كذا يعني الشعب راح يحاسبه. أنا أتكلم الآن وجدت هذا الموضوع، ولله الحمد لما ثرت هذا الموضوع وثرت هذه التجاوزات طلبت أن تشكل لجنة تقصي حقائق لبيان مدى تعارض المصالح بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبين مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق. الحكومة يمكن لما سمعت هذا الكلام
الحمد لله الله هداها ما اعترضت زين، يعني كلمة حق تقال، وأيدتنا في هذه التوصية، وشكلت لجنة تقصي حقائق من اللجنة التشريعية، من أعضاء يعني اللجنة التشريعية هي من تقوم بهذا الدور، باعتبارها أن هي من صميم عملها الجانب التشريعي والقانوني وعملية تعارض المصالح، وبدأنا في هذا الخط. الآن طبعا ما أقدر أتكلم شنو يعني المستجدات اللي موجودة في داخل اللجنة، إنما بكل تأكيد هناك تطورات يعني تخدم التقرير اللي إن شاء الله إحنا راح نعده، والأمر بعدين يكون متروك للمجلس. في تجاوزات بكل أمانة الآن مؤتمن أنا يعني ما صارت وشكلت هذه اللجنة إلا إن أنا ما أقدر أقول شنو داخل لجنة التحقيق لأنها مفروض أنها سرية، لكن أنا أتكلم أن التجاوزات اللي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، ديوان المحاسبة ما له يعني ما عنده يعني سبب أنه يتبلى على زيد أو عبيد، إنما ذكر هذه التجاوزات تقرير ديوان المحاسبة، وأنا أقول لك حسب تقرير ديوان المحاسبة هناك تجاوزات، هناك أخطاء كبيرة جدا، وهناك خسائر كبيرة جدا لمحافظ المحافظ الاستثمارية اللي موجودة في التأمينات الاجتماعية. موضوع استقلالية القضاء، وسمعت أنك تعد له قانون، وموضوع المحكمة الاقتصادية، احنا عايزنا نقول نبي محكمة تجارية محكمة اقتصادية تحل الخلافات التجارية. خلينا نتكلم عن المحكمة الاقتصادية ومن ثم مشروعك في استقلالية القضاء وأهمية هذا الموضوع. حلو. لا شك أن هناك ثلاث سلطات للدولة، البارزين، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. حلو. السلطة القضائية وايد مهملة، ورغم أن يعني الكويت سلطتها القضائية زاهرة بالأحكام وزاهرة بالاستقلالية، لكن للأسف البعض يحاول يحاربها والبعض ما يبي يطورها، لذلك أن طبعا هذا المجلس ما يميزه أن في عدد كبير من القانونيين والمحامين في هذا المجلس، فعيب علينا أن إحنا يعني ما نعطي السلطة القضائية أهميتها. في كل دول العالم المتحضر دائما يقول لك اسأل عن القضاء، يعني مقولة تشرشل يعني الشهيرة، إذا تبي تشوف مهما ما الفساد يعني زادت أطنابه في البلاد أول شيء اسأل عنه، إذا كان القضاء لا زال محصن تظل هذه الديرة يعني بخير. لذلك اليوم القضاء يعاني، تخيل ان ساعات القاضي يدور سكرتير، وكيل النيابه يدور له سكرتير، القرطاسيات بالحسره عليه، المنشات متهالكه يعني لا يستطيع يعني يقعد فيها لا المتقاضي ولا المحامي ولا القاضي ولا موظف الوزاره، شيء يعني لا يمكن السكوت عنه. لذلك كانت يعني، وبعدين اليوم رئيس مجلس القضاء يعتبر ترى رئيس سلطة مثل رئيس الحكومة، رئيس المجلس الأمة. احنا ليه الحين عندنا عقلية ان رئيس مجلس القضاء لازم يصير وراء وزير العدل؟ ترى هالكلام مو صحيح، رئيس سلطة قضائية، رئيس المجلس القضاء المفروض لا وضعه ولا، واحنا ما نبي نسوي نبجل لا، لكن انت عشان توصل الى العدالة لابد تعطي وتحصن القضاء ماديا معنويا كحصانة، تعطيه وضعه حتى لا يكون عرضة إنزين لأي شيء يعني يقلل من أدائه. فكان هذا يعني مشروع حملته من أول ما الله وفقني الوصول إلى قبة عبدالله السالم، وبدينا إحنا كلجنة تشريعية في متابعة، طبعا هذه القوانين يعني قانون استقلالية القضاء من زمان، من ايام الله يذكره بالخير الاخ مشاري العنجري، صحيح، وكان حلمه انه
يخرج على أيام قانون استقلالية القضاء، لكن طبعا ما حصل هذا الشيء. اليوم احنا ولله الحمد قعدنا جلسات ماراثونية في اللجنة التشريعية ومع الإخوان في مجلس القضاء الأعلى ومع الإخوان في الحكومة لوضع آلية. طبعا الحكومة لها وجهات نظر في موضوع الاستقلالية، وإن تبي إن القاضي ينأى عن نفسه في التعامل في الأمور المالية، لأنه الفكرة شنو؟ إن مجلس القضاء الأعلى تكون له أمانة وتكون له ميزانية خاصة وهو يتصرف فيها. فالحكومة تقول لا، أنا ما أبي القاضي يدخل في مسائل المالية حتى لا يكون عليه يعني علامة استفهام وكذا. هذا الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وفقنا وجهتي النظر. حلو. والآن في القريب العاجل وعلى يعني فضائية الشاهد لأول مرة أقولها، يعني خلال دور الانعقاد هذا راح يخرج قانون تنظيم القضاء للنور بعد 20 سنة محاولات مضنية من الإخوان في السلطة القضائية لإصدار هذا القانون. بإذن الرحمن الآن أخذنا الموافقة من المبدئية من الحكومة ورئيس الحكومة، وطبعا هذه كانت يعني موافقات كانت بجل يعني ما بيقول لك إيش كثر قعدنا حتى نوصل إلى هذا الحل التوفيقي. كثير في الفترة الأخيرة أن هناك نواب بيقدمون استقالاتهم من من مجلس الأمة، صحيح؟ أذاح واحد أحترمه كل تقدير وأخ عزيز، يعني أن حسفت قدم استقالات من نواب مجلس الأمة، سمعتها وشاهدتها، سمعتها من أصدقائك النواب؟ شوف يمكن نعم سمعت بوسائل الإعلام، لكن على أرض الواقع لا، والله أرض الواقع ما سمعت هذا الشيء. لكن يمكن الأخ سعدون حماد في جلسة الاستجواب أثير مع الأخ حماد الدوسري، قال له يا أخي قدم استقالتك، قال له لا أنا فكرتي إن شنو إن يعني تتم استقالات جماعية حتى يخرج مجلس أقوى. أنا هني قاعد أقول شرارة في أنا قاعد أقول المجلس والله قوي، ليش متصورين ثقافتنا أن المجلس يصير قوي لازم تسب وتصير يعني ما تصير ريال، سوري بهالكلمة، إلا لما أسب الوزير ولا أسب زميلي؟ ليش؟ طيب أنا يعني ما صير ممتاز إلا بالسب؟ عملي نفسه والاقتراحات اللي قدمتها وأدائي إنزين وارتقائي بخطابي السياسي هذا ما له قيمة؟ فهذه الثقافة أنا أعتقد ما تميز هذا المجلس، إنه لا، المجلس الحالي بأمانة والله، وأنا شفتهم من يعني أغلبية الأعضاء سواء يمكن أتفق في فكرة أو أختلف معاه، لكن يظل إن إحنا على الأقل في إطار النية الصادقة لعمل شيء. الحكومة فعلا مهتمة في التنمية بكل أمانة وباختصار. شوف حتى أجاوبك بكل أمانة لازم أشوف شيء على أرض الواقع، أنا ما شفت على أرض الواقع شيء، أنا ما شفت خطة وضعت، أنا شفت برنامج قدم بس يعني كأنه سد ذرائع، وهذا البرنامج برنامج إنشائي غير قابل للتنفيذ ويخالف الواقع اللي احنا نمر فيه. تؤمن أن سوف ننتهي من قضية الإسكان، أن راح نبني 107,000 وحدة سكنية خلال 5 سنوات؟ لا يمكن، في ظل الظروف هذه والطريقة السلحفاتية اللي احنا قاعدين نمشي فيها بكل تأكيد لا. لكن احنا يعني لو كان في نية صادقة لما شوف الجلسات الخاصة طبعا خلال 5 سنوات لا يمكن، لكن على الأقل
في الجلسة الخاصة اللي دعينا فيها إلى عقد جلسة خاصة للقضية الإسكانية ثرنا نقاط مهمة. ميزة الجلسات الخاصة تصير تخصصية، إن الكويت كلها تشوفك. صح. تعرف الطالب لما يقول المدرس باكر راح أنت عندك درس شفوي تقوله حق كل الفصل، والفصل يشوف عاد أخوانك الطلبة يشوفون إذا أنت كان أدائك مميز ولا لا. قيسها إن شاء الله قياس مع الفارق إن أنت قاعد تسوي برزنتيشن، وهذا مو بس إحنا كأعضاء نشوفك، الكويت كلها قاعد تشوفه. صحيح. لذلك أنا لما وجهت سؤالي حق وزير الإسكان قلت له أنا الإخوان في كل ديوانية يسألوني سؤال مهم معالي الوزير، وأدري إنه مو ذنبك، يعني هذه مشكلة متراكبة ما أنت مالك ذنب فيها، بس أتمنى إذا تقدر تجاوبني عليها. قلت له اليوم المواطن لما يشوف الشاب اللي قاعد صار له 7 سنين وعشر سنين ينتظر، وانت تقول ان شاء الله انا بحط لك مدن اسكانية في شمال المطلع وبالخيران زين، ولا ما حطيت له البنية التحتية، يعني ما قلت له تداوم بهالمكان وانت مرتاح، اذا حطيت له كل هذا ما يخالف ان شاء الله بعد 20 سنة او 15 سنة اذا قدرت تسوي هالشيء جزاكم الله خير. انا مو هذه نقطتنا، بس انا لما امر واشوف القسائم الصناعية داخل الديرة واشوف الجواخير اللي صارت كسور وما شفت فيها مناطق السكنية، ما فيها الا حمامه ولا خروفين وما فيها اكتفاء، يعني اللي يشوف عدد الجواخير اللي عندنا احنا مكتفين بالثروه الحيوانيه ونصدر للخارج. صحيح. زين، فانا كمواطن لما اشوف الجواخير واشوف القسائم الصناعيه واشوف الشاليهات وانت تقول لي اقعد اخر الدنيا، اقنعني شلون اقتنع؟ ليش تعطي الجماعه هذي داخل الديره؟ واللي المفروض العكس، يعني دائما كل دول العالم دائما المدن الصناعيه تكون في اطراف المدينه، القسائم الزراعيه تكون في اخر في اطراف المدينه، كل شيء. شلون انت تجيب هذيل وتدخلهم داخل الديره الا يعني في هدف ان انت ما تبي الاسعار تنزل؟ يعني هدف. واليوم الاسعار السكنيه مو بس الاسعار الاراضي، الاجارات يعني اليوم حديث يعني حديث التخرج يكون راتبه اقول متوسطه 1000 وبيتزوج، لما يكون الشقه من 400 ل 700 دينار وين يجيب 400 500؟ شلون بيعيش؟ اي والله صدق.